اسمي أديب محمد علي عجايب نم الفحل. زلمة كبير بالسن الحمد لله رب العالمين. تولد 41 حوالي 73 سنة. أنا مع المرابطين هين 5 أيام نيجي بالجمعة، صليت 4 سنين. أما من قبل فكان نيجي 2 والخميس. وهسا الحمد لله دوامنا كل سنة بنيجي بالسكعة بالبرد بيرجي. هنا الجماعة مذايكيننا كثير الخواجات. يعني مذايكيننا بشكل. يوم بحلكونا على البازات بيجيبوا واحد يفحصوا البازات مشان يسقط الباز وسقطوا بازات. يوم بوقفونا بخلوش الشباب تفوت تصلي. يوم ما يبقى معانا أكل برضو بخلونا نفوت الأكل. يعني مغلبيننا كثير. هذا كل يوم أخذوا الكراسي مشان ما نقعدش على الكراسي، اعتكلوا الكراسي. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يوم اعتكروا الكراسي مالكم يا عمي تكبروش تكبروش ننطيكم الكراسي. ما ردناش عليهم ظلينا نكبر كل ما يجي واحد منهم نكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. وبدهم يفوتوا من كل باب يصيروا يتركوا ويروح نحلك لهم ونتحواهم. قاعدين بزكوا فينا واحنا ان شاء الله ثابتين في الاقصى لانه الاقصى هذا إلنا مش له. احنا الشباب بمنعهم يفوتوا اما هم مصرح لهم الكل بفوت. طب شو لكم هنا انتوا؟ هذا الاقصى إلنا مش لكم. والحمد لله ان شاء الله الله بثبتنا. يشركهم بشهادة ان لا اله الا الله. بس سبوع المساطب استفدنا منه اشي كثير. الحمد لله صرنا نعرف نقرأ قرآن نعمل حواديث نستفيد إشي كثير منه. يعني المضبوط ما كنا نصلي نقرأ الفاتحة والحمد أثرتنا باكين نطبش فيها. اليوم قاعدين بنقرأ بالقرآن الحمد لله رب العالمين بصورة جيدة جدا الحمد لله من فضل الله. هاي أجت نعمة للناس الحمد لله مساطر بالعلم. منهم أخذوا فلسطين كلياتها وأخذوا من الأردن وأخذوا من مصر وأخذوا من سوريا. أما هذا الأقصى احنا ما نفرطش فيه ولا بأياته ثمن من فرط من الأقصى. شو ما يساووا يساووا. أما الأقصى هذا إنا ولا منحيد عنه إلا الشهادة ولا ممكن نسمح لهم بالأقصى لا يتكسم ولا يصلوا فيه ولا شيء. مش ممكن مع مشيئة الله. وإن شاء الله مش إحنا اللي بحميه، ربنا اللي بحميه، بس ربنا اللي بحميه وإحنا إن شاء الله السبب بنكون لحماية الأقصى.